السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. بماذا تتميز أوكرانيا أو ما هي المزايا العالية جدا في أوكرانيا؟ تقريبا مفيش. هقولك المواصفات بتاعت البلد وانت قولي دي مواصفات بلد كويسة، بلد تنفع للمعيشة ولا لا. هنيجي مثلا نبدأ بالشوارع والميادين العامة، النظافة عموما، النظافة في الميادين العامة عشان السياحة، في المدن الكبيرة، في الأماكن المركزية، الأماكن اللي ساكن فيها ناس مهمين، اللي فيها تجمع الأثرياء، وباقي البلد متسابة تضرب تقلب زبالة الزبالة. الشوارع مكسرة، أماكن التغطية بتاعة الإنترنت فيها سيئة، الخدمات عموما سيئة جدا. ده على مستوى النظافة على البلد كلها، يعني بتكلم أنا يعني العاصمة وكم مدينة كبيرة، الباقي كله متساب يضرب يقلب زبالة الزبالة. نيجي للجزء بتاع التعليم او الدراسة. معظم الناس بالذات اللي عايشين في اوكرانيا عارفين ان التعليم تعبان، الدرجات بتشترى بالفلوس، التقديرات يعني، التعليم نفسه مع يعني هيئة التدريس والكلام ده تعبانين، وخبرة ضعيفة، ومفيش تدريب، واذا كان في تدريب يبقى اي كلام، وحاجات على اجهزة من الستينات. يعني تعليم تعبان التعبان، وتكنولوجيا قديمة، وما فيش تجديد، وكله فساد في فساد. ومعروف الموضوع اصلا عشان توصل لاوكرانيا شراء كل حاجه بفلوس، الحاجه ب 1000 جنيه بتدفع عليها 5-6000، من الدعوه للاستقبال في المطار، للتسجيل في الجامعه، لعمل اي حاجه خاصه بالدراسه، العمليه الدراسيه كلها، والسكن الطلابي، وهتسكن فين، في السكن النظيف ولا مش النظيف، كل الحدود اللي الناس عارفاها دي كله بفلوس، وكله بتكلفه وبهدله، ويعني تحس ان انت مش في سيستم، عايش عشوائي تماما. كل حاجه لازم بتدفع عشان تعدي غيرك، علشان تاخد حاجه احسن، عشان تاخد الخدمه اللي المفروض تاخدها مجانا او مبلغ محدد تدفع عليها اضعاف. ادي التعليم يا معلم. وبتخرج تتخرج هتشتغل ايه؟ مفيش شغل، واذا كان في شغل مش بمجالك. يعني بصراحة ربنا الشهادة لا تنفعك لا في أوكرانيا ولا في بلدك، يعني تبروزها وتحطها كده أو تحشي فيها رز أو حاجة وتعملها محشي. لكن هتكلمني على العملية التعليمية تعبانة. نخش على البلد بقى، إيه المزايا اللي أنت بتاخدها في البلد؟ لا، فين المزايا؟ ده في عنصرية. في عنصرية، الناس تقول لك عنصرية ده نسبة قليلة، لا كله عنصري. بداية شوف بيستقبلوا العرب ازاي في المطار، التعامل بيبقى ازاي، وناس كتيرة بترجع رغم ان معاهم فيزا سليمة، رغم انه ممكن معاه زوجة اوكرانية يرجع المطار عادي جدا. في الشوارع الشرطي الامن يشوفك من على بعد 100 متر يجيلك، تعال وريني اقامتك، وريني باسبورك، وريني فيستك، بينقوا العرب والملونين من على بعد 100 متر. تقولش يعني خلاص دول الحرامية، دول البلطجية، دول اللي هيهدوا امن البلد. ففي عنصرية، في تركيز على الناس دي. ادي غير كده فين العنصرية؟ ممكن تلاقيها الرجالة الستات كلهم يبصوا لك كأنك مختلف مش مننا، حتى لو حبيت واحدة وعايز تتجوزها تفكر 1000 مرة. ليه؟ اصله عرب وبتاع. لو امريكي او ايطالي هل هتفكر 1000 مرة؟ لا طبعا، ده هو الامريكي والايطالي اللي لازم يفكر 1000 مرة قبل ما يتجوزها، وهي بتوافق من اول لقطة، من اول عرض، من اول رمش. نيجي بقى للستات، اللي الناس طايرة بالبنات الأوكرانيات والستات الأوكرانيات وحلاوتهم وجمالهم، وازاي بيحبوا الأجانب ويحبوا العرب، و و و و فين يا عم الكلام ده؟ الستات معظمهم إذا كانش كلهم جمال من بره، من جوه يعني أديك شايف. اسأل المتجوزين من أوكرانيات، اسألهم هل حد سعيد؟ باين عليه إنه سعيد خالص أبدا إطلاقا. ده منظر من بره، مكياج وصالون كراساتا وشوية تجميلات وبتاع وشعر مسبوخ ولبس مش عارف ايه، لكن ما بيستحموش، ما بيتطهروش، كله مكياج في مكياج. الحقيقة قليلة، 80% ولا يمكن 90% حاطين عدسات عشان يضحكوا على سعادتك. كله اشتغالات، كله همه على الفلوس. نيجي بقى للفلوس والنصب. النصب بقى على ودنه يا معلم، لا بيعتق لا راجل ولا ست، لا كبير ولا صغير، تلاقي واحد عجوز وينصب عليك، محل محترم وينصب عليك،
ست ولا واحدة كده شيك وأمورة وبرضه تنصب عليك، من بنك، المحل، الجامعة، كل مكان تروحه لازم تلاقي فيه حد نصاب هو مسؤول النصب. يمكن حتى بيعينوا، تحس إنهم بيعينوا واحد مخصوص نصب وتخصص نصب على العرب، ويقولوا على العرب هم اللي نصابين. بس نديك الأمثلة، يجي واحد مثلا يقعد في الشارع كده يتعرف عليك من باب للطاق ويعرض عليك ايفون ب 20,000 جنيه، ولا بكام؟ ب 5,000 جنيه. في ايفون يا جماعه، اي اصدار من الايفون ب 5,000 جنيه، ويقول لك ده انا اصلا انا جبته ومش محتاجه وانا محتاج الفلوس، اديني 5,000 جنيه. طبعا تفتح البتاع تلاقي ايفون مضروب، هيكلي، صيني، ما تعرفش. دي اشهر نصبايه. ناس برضو كتير تقول لك هجيب لك بنات ومش عارف ايه، وياخدك ياخد منك فلوس ويرميك في الشارع، او يقلبك، او يهيج عليك عصابه تيجي تاخدك على ركن وتطلع كل اللي معاك. فطبعا النصب والسرقه والحاجات دي الناس اللي عايشه في اوكرانيا من الطلبه عارفينها اكتر مني، لانهم بيحتكوا بالناس في الشارع اكتر، وعارفين النصب في السكن الطلابي كمان، ازاي ناس كتيره بتتسرق منها فلوسها واغراضها الشخصيه، واحيانا من الامن نفسه اللي بيحمي السكن الطلابي. فيعني حاميه حراميه. وفي امثله كتير للنصب عن طريق الانترنت، تيجي تشتري حاجه اونلاين يبعت لك حاجه غير الحاجه، وخلاص باي باي، اشوفك بالامس او اشوفك من سنه فاتت، خد فلوسك وطار وعوضك على الله. ناهيك بقى ايه عن واحد، كل واحد يقول لك ايه انا هجيب لك مترجم، هجيب لك محامي، هشتري لك بيت، كل الحواديت والقصص دي اللي بيعملها ايه؟ ما هو اوكران. وتلاقي واحد شيك جدا ومكتب محترم، محامي جد محترم، مكتب محامي محترم شيك انيق، وينصب عليك ويقول لك البيت انا وريته لك ماليش دعوه. طلع البيت بقى اوانطة، سعره ارخص من اللي انت اشتريته مني او عن طريقي بيه، ماليش دعوه. طيب السرقه يعني في كل مكان، في كل مكان وفي كل طريقه، ما دام انت اجنبي. هي دي اوكراني؟ هي دي اوكراني. طيب نهايه الكلام بقى ايه؟ كل الكلام اللي فات ده كله بلح اي كلام. الكلام اللي بجد ايه بقى؟ ان كل قلته ده جزء من الحقيقه، ولكن ليس كل حقيقه. اقدر اقول لك ايه، نتكلم واحنا ماشيين كده اللي بجد، ان في جزء من اللصوص، في جزء من الحراميه، في جزء من النصب، في تعليم وحش، جزئيا في اماكن فيها تعليم كويس، في زوجات او ستات كويسين بره وجوه، نضاف، في امراض معديه منتشره ولا بتاع ده، لا موجود بعض الامراض لكن مش على الكل. في الاول في الاخر هو اختيارك انت، ما تروحش في حاره الحراميه في الاماكن اللي منتشر فيها النصب وتقول اتنصب عليا ليه، ما تروحش الاماكن اللي منتشر فيها بنات مش كويسين وتقول انا البنت اللي انا اخترتها طلعت وحشه ليه، ما تختارش جامعه تعبانه ومشهور فيها الفساد وتقول برضو انا اتضحك عليا ليه، انا خدت تعليم تعبان ليه، انا ابني خد تعليم ليه، تعليم تعبان ليه. ما تشتريش بيت في حته مجهوله، ورق مجهول والموضوع ريحته مشيشه كده وسمعته مش كويسه، والراجل قال لك مش عارف ايه في مشكله بس انا همشيها لك. اول ما تلاقي الموضوع المحامي يقول لك مش عارف ايه بس همشيها لك، اعرف ان الموضوع فيه انه الموضوع مش مشموم، مش تمام. كل الكلام ده تبقى شايفه وتطنشه، معناها ان انت اللي فتحت على باب، فتحت باب السرقه والنصب عليك، انت اللي ضحكت على نفسك. محدش ضحك عليك اكتر من ان انت حطيت نفسك في الموقف ده، وهم على فكره ضميرهم مرتاح. اللي بينصب عليك ده يقول لك انت اللي عايز كده، انت اللي دورت على الكلام ده وانت هنا. مفيش بلد وحش على المطلق ومفيش بلد حلوه على المطلق. الكلام الحقيقي بقوله لك في القناه هنا، الكلام الواقعي الموضعي اللي هو في مواقف حقيقيه بقوله لك هنا. الصح بقول لك في صح هنا، والخطا بقول لك في خطا هنا. نسبته كام انت اللي تقرر حسب المكان اللي انت عايش فيه. كل مدينه ليها نسب، نسب الناس الكويسه، نسب الناس الوحشه. كلام خلص، اشوفكم على خير، حفظ الله، السلام عليكم.